شيطان بجلباب مؤذن. وردت على مصالح أمن ولاية الرباط معلومات من مصادر موثوق بها أفادت بأن رجلا من جنسية إسبانية اسمه مارسيل موران اكترى دارا في قصبة الوداية وأدى كراء سنة نقدا دون أن يناقش الثمن، بدعوى أنه بنزوله في هذه الدار سوف يحقق أمنية ظلت تراوده منذ زمن بعيد. ولكن سرعان ما تحول هذا البيت إلى وكر لليالي الحمراء، الأمر الذي غير الهدوء الذي كانت تعرفه القصبة التي كما هو معلوم أمها ومنذ زمن بعيد عدد من الفنانين والأدباء والرسامين بحثا عن الاستمتاع بجوها المعتدل ولإشرافها على البحر حيث مصب وادي أبي رقرق. اهتمت السلطات الأمنية بمراقبة ما يجري في هذه الدار، ولكن لم يستطع الباحثون الذين كلفوا بهذه المهمة أن يصلوا إلى ضبط أي مخالفة للقانون طالما أن كل ما يقع يحدث داخل البيت. وقد تمكن الضابط المكلف بهذه المهمة من معرفة هوية هذا الأجنبي الذي يمتهن الصحافة ويعمل لحساب جريدة عالمية، ما جعل مهمة الباحثين صعبة، ومع ذلك فإنه ظل يراقب ما يروج إلى أن توصل بمعلومات أخرى موثوق بها تفيد بأن الرجل يستقبل يوميا عدة أشخاص يظهر أن من بينهم أشخاص من الأقاليم الصحراوية. عرضت المسألة على السلطات القضائية للحصول على إذن لإقامة مراقبة مشددة على هواتف الأجنبي وسجلت عدة مكالمات، ومن تلك المكالمات التي تم تسجيلها واحدة وردت من هاتف محمول يخبره فيها مخاطبه بأن السلعة المطلوبة سوف تصل يوم 3 سبتمبر مع ساع خاص يسلمها له لقاء 10 ملايين التي تم الاتفاق عليها. كانت هذه المكالمة بداية لمراقبة مشددة بواسطة عدة عناصر من الأمن الوطني وآخرين من إدارة مراقبة التراب الوطني، ما دامت السلعة المشار إليها من المحتمل أن تأتي من الشمال، ومن الراجح أن تكون حسب تقدير المحللين أسلحة أو مخدرات. على الساعة 5 مساء من يوم 3 شتنبر توقفت سيارة مسجلة بمدينة الناظور بالقرب من مدرسة البنات الموجودة بشارع العلو على بعد عدة أمتار من قصبة الوداية، وخرج منها شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما، حمل من صندوق الأمتعة حقيبة يدوية وتوجه نحو القصبة، وقد أخبر العنصر المكلف بباب هذا الحصن بقدومه وأمر بالاستعداد لتتبع خطاه دون أن يفطن بوجوده. ما أن وصل حتى كان الموظف يراقبه ويقتفي أثره، غير أن الشارع الرئيس لقصبة الوداية طويل ومستقيم، الأمر الذي جعل الشخص المراقب يشك في هذا الهدوء المخيم على الحي، ولذلك غير اتجاهه نحو الأزقة وسرعان ما اختفى وانقطع أثره. كان لابد أن يتدخل عدة عناصر للعثور عليه لكن دون جدوى، وقد وقع تفتيش عدة أماكن مر منها الرجل وحتى الغرفة المخصصة للمؤذن في المسجد الكبير. تقرر إرسال وحدات أخرى لإقامة مراقبة على كل ما يدور داخل القصبة ليلا ونهارا، وطبعا دون إثارة الانتباه، خصوصا أن دخول القصبة والخروج منها لا يتم إلا من باب واحد. وهكذا تم تعيين إحدى المفتشات واسمها هناء البهلول لتحتل مكان سيدة أرملة كانت تتخذ من مدخل القصبة مكانا لبيع الحريرة في الصباح وفي المساء. وقد تكفلت السلطات بإقناعها بترك مكانها للمفتشة لقاء أن تعوض عن الخسائر التي قد تلحقها، وتعهدت أن تقوم بإعداد الطعام المذكور كالعادة على أن تبعثه إلى الموظفة التي أخذت مكانها بدعوى أن الأخرى دخلت المستشفى إثر مرض ألم بها. وبذلك تمكنت الشرطة من احتلال مرصد قار وأكيد، لأنه يمكن من مراقبة كل مار إلى القصبة أو خارج منها.
بقيت السيارة تحت المراقبة وهي موقوفة بباب المدرسة دون أن يقترب منها أحد في انتظار العودة المرتقبة للرجل الذي كان يسوقها. وبالموازاة مع ذلك فإن لوحة تسجيلها أبانت أنها سيارة في ملك المدعو حميد بن موسى وهو من سكان مدينة الناظور. طوال 3 أيام استمرت المراقبة على مدار الساعة ولكن الرجل لم يظهر له أثر. أدركت السلطات الأمنية أنها أمام عصابة منظمة استطاعت أن تخترق كل هذه الحواجز، ومع ذلك فإنها لم تستسلم وأبقت على المراقبة المكثفة في حين ظهر عنصر جديد وخطير في آن، ذلك أن جذع رجل وجد مرميا صباح 4 سبتمبر في مصطفى الرباط الواقع بالقرب من القصبة، ولكن تحديد هويته لم يكن ممكنا خلال 2 يوم لاكتشاف الجذع نظرا لانعدام وجود اليدين والرجلين. وفي مساء 7 شتنبر عثرت دورية بالقرب من مقبرة الشهداء على الأطراف المتبقية، وما أن عرضت على المختص في التشخيص القضائي حتى رفع بصمات اليدين وعرضها على الحاسوب الذي أكد هوية الرجل وهو المسمى حميد بن موسى، الذي تعرف مصالح الأمن أنه يتاجر في الشيرة وأنه من سكان الناظور وله سوابق قضائية متعددة من أجل الاتجار في المخدرات. وبذلك تبين أن تصفية الرجل تمت في قصبة الوداية. بقي إذن فك لغز إخراج جثته ورميها في الشاطئ، وهو الأمر الذي فرض على الباحثين أن يحضروا المفتش هناء المكلفة ببيع الحريرة وتعاقبوا على استعراض التقارير الشفوية الصادرة عنها طوال تلك الفترة والتي تم تسجيلها للرجوع إليها عند الحاجة. كان لابد من مراجعة تفاصيل التقارير التي قدمتها المفتشة، فظهر منها تكرر مرور شخص يعمل في فران القصبة، كان يخرج وهو يجر عربة يدوية، تارة يخرج الرماد المجتمع في الفرن من جراء إحراق الخشب، وأخرى بغرض تزويد الفران بما يحتاج إليه من أخشاب. وقد ظهر عنصر جديد كذلك، هو أن خروجه تزامن مع اكتشاف الجثة ومع اكتشاف باقي الأعضاء، مما جعل الشبهات تحيط به، الأمر الذي تطلب مضاعفة المجهودات لمعرفة هويته قبل كل تحرك. وهكذا بمجرد خروجه من القصبة صباح 12 شتنبر كانت هناك فرقة مستعدة للتدخل حالما تتلقى الأمر، وما أن وصل الرجل وهو يجر عربته بمقربة من بائع الحطب الذي يوجد في الثانية الغربية حتى صدمته سيارة كان يقودها رجل أمن بالزي المدني، ادعى أن العربة تسببت له في خسارة مادية، ما جعل الرجل يطالب بإجراء معاينة لأن الخطأ في الحادث يرجع إلى صاحب السيارة. وبذلك تمكنت الشرطة من معرفة هوية الرجل، يدعى الحسين الشاقور، وكان يسكن بمسجد قصبة الوداية بصفته مؤذنا في هذا المسجد. وبسرعة خاطفة وقع تنقيط هويته لتبين أنه من ذوي السوابق، حيث كانت آخر عقوبة قضى جزءا منها بسجن لعلو، وكانت من أجل القتل، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد ثم تم تحويله إلى سجن محدد، وقد غادر السجن المركزي بالقنيطرة بعدما قضى ما مجموعه 21 عاما. وخلال تلك الفترة التي قضاها في السجن كان يعمل في صناعة الخبز، ولما أطلق سراحه وجد عملا بفرن الخبز بقصبة الوداية، وعن طريق صاحب الفرن تمكن من احتلال منصب المؤذن بعدما توفي الشيخ الذي كان مكلفا بهذه المهمة في مسجد الوداية. بناء على تلك المعطيات تواصلت مراقبة الرجل دون أي تصرف غير محسوب في انتظار أن يظهر عنصر جديد يتيح التدخل، فما لبث أن وقع في الفخ، حيث تلقى الشخص الإسباني مكالمة هاتفية تخبره أن السلعة وصلت، وضرب معه المخاطب موعدا في الغد على 6:00 أي صباح 15 شتنبر.
وقد أبانت مهمة المكلفين بالتنصت على مكالمات الإسباني أن من خاطبه في هاتفه المحمول ليس إلا الحسين الشاقور الذي استعمل الهاتف الثابت المسجل في اسم صاحب الفرن. وبذلك أصبح من الضروري الاستعداد بكل الوسائل للوصول إلى حل لهذه النازلة. كان لابد لإنجاح العملية اتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون إفلات الرجلين من قبضة الشرطة، وجعل حد لأعمال الإسباني، وذلك بإقامة الدليل على تورطه في قضايا تمس الأمن العام أو تخدش الأخلاق. وعندما قرب وقت الفجر كان كل واحد من الموظفين الذين تم تعيينهم في مكانه مستعدا للتدخل. وما أن تحركت عربة المؤذن من قصبة الوداية حتى كانت قاعة المواصلات تنقل تحركها شبرا بشبر إلى أن بلغت ساحة الوداية التي كانت خالية ولم يكن فيها سوى سيارات مركونة. بداخل إحدى تلك السيارات عنصران من رجال الأمن لا يرى لهم أي أثر. أوقف المؤذن عربته وظل يترقب نحو 10 دقائق، تجول خلالها بنظره داخل الساحة إلى أن سمع من بعيد هدير السيارة الرباعية التي وصلت. وما أن بلغت وسط الساحة حتى نزل منها الإسباني، ترك المحرك مشتغلا ليتلقى مباشرة بعد ذلك رنة على هاتفه في الوقت الذي توجهت فيه عربة المؤذن نحوه. وبسرعة خاطفة دون أي مقدمات أزال المؤذن أكياس الرماد من فوق عربته وحمل الحقيبة، وفتح الآخر الصندوق الخلفي للسيارة فتلقاها بسرعة خاطفة وتأكد بعد فتحها من محتواها، ثم ناول المؤذن حزمة تسلمها الأخير منها. كانت كاميرات الشرطة تراقب كل ذلك. تبين أن الحزمة هي حزمة أوراق مالية، وعلى الفور صدر الأمر للانقضاض على الرجلين. ألقي عليهما القبض وتم اقتيادهما إلى المفوضية قصد إجراء البحث. كانت مهمة رئيس فرقة مكافحة المخدرات سهلة عند استنطاق مارسيل موران الإسباني الذي لم يجد بدا من الاعتراف بكونه يمتهن الصحافة، ولكنه عندما رأى أن ما يدره ترويج المخدرات من أرباح غير اتجاهه وتحول إلى مصدر لمادة الحشيش إلى فرنسا عن طريق الزوار الذين يترددون على المنزل الذي اكتراه في قصبة الوداية، وأن مهنته كصحفي لم تكن سوى غطاء لتجارته الحقيقية. أما عن علاقته بالعناصر القادمة من الأقاليم الصحراوية فقال إنها تهدف إلى الغرض ذاته، وذلك لجلب الكوكايين الذي يصل المغرب عن طريق بعض الأقطار الإفريقية لتصديره من جديد إلى فرنسا. أما المؤذن فإنه ادعى أنه ليس إلا واسطة بين الأوروبي ورجل أتاه وطلب منه مقابل مكافأة هامة أن يقوم بحمل الحقيبة وتسليمها إلى الشخص الموجهة إليه، غير أنه لم يصمت طويلا أمام الحجج الدامغة التي أسفر عنها تفتيش بيته، حيث عثر الباحثون على أوراق المدعو حميد بن موسى وعلى ملابسه، كما رصدوا آثار دم تبين أنه دمه. وقد جاء في اعترافاته المفصلة أنه ارتكب منذ 30 عاما جناية قتل حكم عليه من أجلها بالسجن المؤبد، وقد اشتغل طوال مدة اعتقاله بصناعة الخبز للسجناء. ولما غادر المعتقل كان على علاقة بشخص عرفه بصاحب الفرن فاستخدمه، وطوال سنة كان من حين لآخر ينوب عن مؤذن مسجد القصبة إلى أن توفي فأخذ مكانه. كما أقر أنه كان قد تاب من كل الأفعال الشيطانية وأنه صار ملتزما بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن الأقدار حسب زعمه شاءت أن ترسل له رجلا يظهر أنه من الشمال، قال إنه اقتحم عليه مسكنه وطلب منه أن يأويه ليلة أو ليلتين لقاء مكافأة هامة، قال إن الرجل كان ملاحقا من قبل الشرطة. ولما صرحه بمحتوى الحقيبة والمهمة التي جاء من أجلها إلى الرباط دار ببال المؤذن أن يحل محله بعدما يتخلص منه بأي طريقة. وما أن نام الرجل وكان متعبا لطول السفر أجهز عليه
قتله واستولى على هاتفه المحمول وعلى كل ما كان معه من مال. في الصباح قام بتقطيع الجثة، رمى الجذع في مكان والأطراف في مكان آخر.